السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلامية منى عبد الغني هي إعلامية وممثلة. منى عبد الغني تصرح وتقول للشباب اللي هي بتخطب وبتتجوز، بتقول له بنت الأصول مش هتلاقيها بتطلب منك هدايا وفلوس كتير، يعني بتقول مش هتلاقيها بتطلب منك حاجات كتير كل شوية. ده تصريح الإعلامية والفنانة منى عن الشاب اللي هيتجوز جديد، بتقول له دور على بنت الأصول مش هتلاقيها بتطلب منك هدية ومصاريف كتير وهتراعيك. وده كلامها، أنا معاها، كلامها صح وكلامه واقعي. وده أحسن حاجة إن الواحد يدور على واحدة تكون بنت ناس بنت أصول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.